أمين أمين أختي خاتمة، وتحية كبيرة لكم بمكناس. الله يبارك فيك. إذن بسم الله ناخذ من عندك طريقة تحضير هاد التورتة. واخا. إذن هذه تورتة ديال الفريز. ديال الفريز والبنان مخلطين. بسم الله. 12 معلقة كبيرة ديال عصير الليمون. يا ريت إذا كان ممكن تنقصي الراديو وتهضري معنا غير بالتليفون أخت خاتمة، الله يكثر خيرك. إذن 12 معلقة ديال عصير الليمون. نعم. و 12 معلقة كبيرة ديال الطحين. وستة المعالق ديال السنيدة. وعشرة المعالق ديال الزيت. نعم. وجوج بيضات. جوج فاني. نعم. وجوج خمارات حمر. ايه خلاص، هاد المقادير كلها كنخلطوها مع بعضياتها، وكناخذوا الطاجين ديال الحرشه وتندهنوه بالزيت وشويه الزبده والطحين وتنخوي في هاد الخليط وكندخلوها للفران، ومن بعد كنوجدوا كنكونوا موجد ديك الساعه كنوجدوا السيرو، هي كطيب في الفران حنا كنوجدوا السيرو ديالها. عصير حامضه زائد 3 المعالق ديال السنيده. عصير حامضه زائد 3 المعالق سنيده. ايه. وكاس ديال الماء، وكنطعوه فوق النار لمدة 3 دقائق حتى 4 دقائق. والزين كناخدو نصف لتر ديال عصير الليمون. شنو كتاخد؟ نصف لتر ديال عصير الليمون. نعم. مع 3 ديال لي فلو. ايه. خلطوهم، وربعة المعالق ديال السنيدة. الفلون اش من نكهة كديري فيه؟ فاني. فاني ايه. كنخلطوا داك الفلو مع العصير بارد وكنحطوه فوق النار حتى كيولي عاقد. وكتزيد عليه سنيده. وكنزيدوا عليه سنيده. ايه. وهو كيعقد لينا فوق البوطه، حنا كنكونوا خوينا داك السيرو اللي وجدنا على داك الكيكه. وكنستفوا عليه داك البنان دواور هكاك دوائر. ايه. الفريز اللي كيكون عندنا مقطع حتى هو. كنزوقوها بشكل اللي بغينا. كنزوقوها وكناخذوا عاد هاد الفلو اللي وجدنا معنا. الخليط الثاني. هذا الخليط الثاني. هذه بعدا كناخذوا الكيكه من بعد ما كنخرجوها من الفران كنسقيوها بداك السيرو. اييه. وكنوليو نزوقوها بداك البنان والفريز. اييه. ومن بعد عاد كناخذوا هاد الخليط ديال عصير الليمون بالفلون. عصير الليمون مع الفلو. اييه. وكتخويه فوق من دوك الفواكه. حتى كنحطوها في الطبسيل اللي غادي نقدمه. اييه. وكنخويو داك الفلو فوق منها حتى كيكون بدا يعقد شويه. نعم. كتغطى كلها كتجي رائعه. رائعه غادي تجي. نم 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 نم. وشحال زوينه عندك هاد نم نم نم.